تأتي قمة حركة عدم الانحياز التاسعة عشر في العاصمة الاوغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كما يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحالة استقطاب حادة جراء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. يشهد العالم تصاعدا شديدا في التوتر وحاله استقطاب حاده جراء الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا والعدوان الاسرائيلي لقوات الاحتلال على غزه والوضع المتوتر في البحر الاحمر انها اجواء تذكر الى حد بعيد بما كان عليه الحال في حقبه ما بعد الحرب العالميه الثانيه في ذروه الحرب البارده والاستقطاب بين المعسكرين السوفيتي والامريكي وحلفي وارسو والناتو وكانت تلك الأجواء هي التي قادت حينها الدول التي لم تسعى رسميا إلى التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي وفضلت أن تكون مستقلة أو محايدة إلى تشكيل تجمع غير منحاز إلى أي من المعسكرين تحت اسم حركة عدم الانحياز وتأتي قمة حركة عدم الانحياز التاسعة عشر في العاصمة الأوغندية كامبالا في ظل حدوث نزاعات دولية على رأسها الحرب الضارية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والحرب الروسية الأوكرانية وتأمل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية أن تكون القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز محاولة لإيجاد الحلول للتحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين وتسعى القمة التاسعة عشر لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم من خلال إيمانها بضرورة الالتزام بالطرق السلميه لحل المنازعات الدوليه